اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطن الخامس. ودائما في كل حلقه جديده فنان جديد شاب جديد بيمتعنا بجميل الالحان والكلمات. في هذه الحلقه برحب بالشاب الفنان ضياء الدين السر. ضياء الدين كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. كل سنه وانت طيب يا استاذ, ونحيي كل مشاهدي قناه الشروق, نقول لهم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. أحب بك ضياء. وفي البدايه يعني اي فنان عنده بداياته, نتعرف بك في البدايه. ضياء ضياء الدين السر من ابناء ام درمان. البدايه الفنيه بدايه كانت يعني ام درمان. وين يعني؟ ام درمان حي العرب. يعني حي العرب دي اهم حاجه, يعني انت حي العرب من انه كان الفنانين ذاته. استاذ عبد الرحمن الرياح, استاذ ابراهيم, استاذ احمد الجاهلي, طاهر ابراهيم, مجموعه كبيره. طاهر ابراهيم, عبد الرحمن الرياح, مصطفى عبد الرحيم, دول كلهم في المنطقه. حقيقه هي البدايه كانت طبعا من منذ الصغر, يعني جو انت صغير اسره, يعني جو الاسره. اصلا انا قمت فتحت لقيت العود موجود في البيت. يعني انا لا اذكر اني انا تعلمت العود متى. ما بتتذكر انك ما بستجمع الحاجه دي؟ يعني تعلمت في فتره صغيره جدا. قمت لقيت العود قاعد, قمت لقيت العود موجود, اللي هو شيء اكبر محمد السر. انا بحيي عبركم وبحيي اسره كلها, يعني بقول لهم يا اخي رمضان كريم وكل سنه طيبين وتصوموا وتفطروا على خير. وهي كانت بدايه عاديه, قمت وجدت العود قدامي, هو الواحد بيجي يدين. أيوة لقيت العود معناه انت حد. انت أيوة. انت يعني بتغني قبل ما تعزف عود طبعا, يعني بتدندن كده في البيت. أيوة ولقيت أيوة نفسك في المدرسه كنت بتدندن كده؟ الدورات المدرسيه, شاركت في الدورات المدرسيه, في البرامج اللي بتكون داخل المدرسه. دي كانت مشاركاتي. افادتك المشاركات دي؟ افادتك المشاركات والله هي طبعا بتزبط, يعني اي تجربه مهما كان حجمها هي بتدفلك. نعم ايا كان يعني. ف على الاقل انه بتربطك مع الوسط, باحتكاك مع الفرقه, كيف تتعامل مع الموسيقى, كيف كده الاناشيد والحاجات دي كلها. اي مهما كان يعني ايا كان, لانه مرات في هي بتضيف لك. صح بتضيف لك. مرات في ناس الواحد موهبته بتبرز بعد ما يكبر, لكن انت من صغير كنت في المدرسه بيقول لك تعال نشيد ولا قاعد تلحن؟ الحان 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 الحان. بتتذكر حاجه من حياه المدرسه القديمه دي؟ والله يا اخي ما استجمع عليك ولا ما دخل لا 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 احنا اصغر من كده اساسا. دي حضرناها احنا. نعم لكن يعني كان كثير من الالحان بتاعت الاناشيد المدرسيه. نعم كان الواحد براو كده بدندن بها, كان من حبه للمزيكا وحبه لشكل الغناء. يعني وبعدين حتى الواحد لو 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 زمان رسلوك ماشي تدق, حتى لو ماشي دكان بتكون بتغني بدندن بدندن انت جاري وانت جاي قاعد بتقرا. يعني انا اذكر واحد من المواقف انه في فترة من الفترات المواقف الطريفة جدا. نعم فأنا قاعد مفترض أقرأ يعني امتحانات. جاء الوالد المفروض تذاكر. أي جاء الوالد جاري قال لي أنا ماسك العود. العود أنا لسه ما أعرف وين. شالوا ثاني خلاص؟ لسه ما أعرف وين. فكذا يعني شوف قرايتك وشوف. أي أي ف البدايات الأسرة والمنطقة يعني حي العرب هي منطقة والجو الأسري ذاته والبيئة اللي حوالينك هي جو الحي ذاته وين أضافت لك وهم شجعوني إنه الواحد يقوم يتقدم فيه في المجال ده. نعم طيب نحن يعني حنسمع. أنا بلقى منهم تشجيع يعني الأسرة اللي بتشجعك, الأسرة لأنه البيئة ذاتها. حنسمع شنو؟ طيب أنا حقوم أقدم عمل سيبني منك. سيبني منك كلمات أستاذ عثمان المشرح. أنا بحييه والحان منه الحاني كثير بالحنية. الحاني أنا ذاتي. تفضل. عثمان البشرى. لو يا أخي كل سنة وأنت طيب والسنة تفطر على خير إن شاء الله. رمضان كريم. رمضان كريم. Thank you.
يعني جد شبيت أسوي جراح ده الماضي ضاع مني انتهى الماضي ضاع مني انتهى والجاي من قدام كان عمري فواك مشدود على على وتر الرياح أمدد حبال الصبر أتحدى التواريخ الحزين انتظر منك صباح لا قلت يوم ضليت هواك لا هد عزمي الاجتياح سيبني منك سيبني منك أنا جد شبعت بين هواك ونواك أجيب تبدل مسافات النزيف لكني متواني تجيك رغم المواجع والجراح ما بين هواك ونواك كيف تبدل مسافات النزيف لكني متواني تجيك رغم المواجع والجراح وتجيني هسا في عيني عزار زمن ما فيه سماح تطلب أقول لك ما في راح عليه سنين ضيعوا رواح سيبني منك سيبني منك أنا جد شبعت لحنتها ولا لحنتها قبل كده؟ لا لحنتها قبل كده يعني دي ما أول أغنية؟ ده آخر أغنية. نعم طيب أنا ده أسأل أي فنان ممكن يلحن؟ والله أنا حسب ولا اللحن ده حاجة تانية؟ هي بحس... نعم أنا بعتبر إنه لا 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 الألحان هي يعني موهبة يعني ما أي فنان ممكن أي ما أي فنان ممكن زول بيغني كويس لكن ما أي ممكن في ممكن أنا أصلا مقتنع بفهم إنه خلي إيش لخبازه نعم لكن طبعا بعض مرات بيجيك اغنيات انت بتحسها نعم يعني بتحس بانه هي هبشتك عندك محاوله تكتب شعر ولا لا بس دي ما عندك لكن نعم يعني الحي مليان شعراء وفنانين ولحنين اللحن اول مره انت استشرت زول لما عملت اللحن انا اصلا ما بطلع اللحن الا اقتنع تماما بانه
هو بعيد كل البعد عن شكل الاغنيات. عندي كميه من الاساتذه انا قاعد امشي اول حاجه برجع لهم هم يعني بوريهم يعني زي منو بتمشي؟ زي استاذ ابراهيم خوجلي، الاستاذ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الاستاذ ابراهيم خوجلي، الاستاذ جمال النحاس، الاساتذه مجموعه من اي مجموعه في كميه. في الاستاذ الحاج حامد برضه انا بحييه وابركهم وبحيي كل الاساتذه الاجلاء اللي وقفوا معي ودعموني يعني بالنصائح وبالله. اسهل انك تغني من الحانك من والله هي لاي فنان اسهل انه يغني الحانه. نعم. ليه؟ لانه بيكون احساسه يعني ده احساسه هو بيقدر يجسده تماما ويعبر عنه تماما. يحسه اي نعم فانا ده حسب وجهه نظري انا رايي الشخصي. نعم نعم اكيد الواحد حياته هو بيعرفه كويس. اي هو بيقدر يجيبه. شاركتها في 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 منتديات او اجهزه اعلاميه قبل كده؟ انا كثير جدا يعني انا بعتقد يعني ضياء الدين نسير سبب ظهوره او طلعته يعني معظم طلعت او طلعت من خلال المنتديات من خلال المسابقات المنافسات كده في التلفزيون في الاذاعه ولا في اذاعات في كثير من الاماكن شاركت يعني في شاركت كان في اول مجموعه في نجوم الغرب كان نعم شاركت 2003 في بدري اصوات انا كده يعني ف طيب يعني زي الامسيات الرمضانيه بتشارك ولا في رمضان في ناس بيفتكروا انه رمضان ده فتره بتاعت راحه وفي ناس بيفتكروا هي فتره بتاعت انتاج؟ والله انا رمضان ده بالنسبه لي وقفه وقفه بتراجع فيها ولا بتراجع فيها الشيء اللي فات على اساس انك انت تشوف الجاي شنو. نعم يعني انت بتحسب انه السنه اللي فاتت دي كلها انت عملت شنو والمرحله الجايه تطلب شنو. فانا رمضان عندي كده يعني بقعد حتى مراجعات مع ناس الفرقه مع كده بشوف الحان جديده بتبرر لي حاجات جديده على اساس انه انت بتشوف هل في تطور من الفتره لفتره كده وقفه يعني مع الناس. يعني الواحد بيشوف مرات في انتقادات كثيره للفنانين الشباب بتفتكر السبب شنو الثغره شنو بتخلي الفنانين الشباب ينتقدوا كثير يعني؟ والله انا بعتبر انه دي جدليه موجوده يعني ما شر ما 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 في في الفن بس. نعم يعني في كل المجالات في لكن يعني يمكن بتلقى مرات في هجوم كبير جدا على الشباب يعني الشباب بيغنوا ايه والشباب بيلجوا لاشياء يعني بتفتكر انه شيء طبيعي؟ والله يا اخي انا شايف انه دي هي الانتقاد اللي بتساعد هسه حاليا ده على الشكل بتاع الاغنيه ده. انا معك بانه في ضعف في الشكل بتاع الكلمات او في المضامين معك في نقطه زي دي يعني في معظم الكلمات ما كلها معظم الشباب يعني لكن ده كمان انت بترجعه لانه في لغه جيل. ايوه يعني لازم هو يغنوا كده يعني في جيل يعني جيل وبيئات هي اللي بتحكم عن الشيء يعني يعني انت بتجي انه اي فتره عندها لغتها اي فتره عندها شكلها اي فتره يعني بتلقى انه الفن السوداني ده مرحلة. نعم يعني تيجي تمسكها من فتره الطنابره لفتره الحقيبه لفتره ما بعد الحقيبه للهجر الذهبي لفتره بتلقى انه اي فتره بتختلف عن الثانيه. نعم فدي انا بعتبرها انه دي لغه جيل وبيجي جيل ثاني احنا ذات احتمال ما نرضى على الناس الحياه ورانا يعني تيجي تنتقدوا الحاجات اللي بتجي. اي طيب انت من الطنابره وجينا للحقيبه والغنى الحديث انت الحاجات دي يعني اكثر حاجه اثرت فيك شنو؟ يعني انا طبعا اصلا يعني في فتره انت عشان في منطقه الحقيبه بتاعت حقيبه الفن والله ما تحيز هي ما تحيز نعم لكن طبعا الحقيبه دي متجسده في كل سودان. نعم يعني موجوده جواه هي مرحله يعني شكلت يعني ويدان الشعب السوداني وهي كانت اساس الشكل بتاع من ضمن هي انطلقت الشكل بتاع الاغنيه. فانا بعتبر انه الحقيبه هي تفتكر ليه لقت الهوى ده من الصغار والكبار والسوى شنو تفتكر؟ والله انا برجحه للعمق بتاع الكلمات لجمال اللحن يعني كلمه الصغير والكبير ممكن يستوعبها فانا برجع انه دي النقطه دي واحده من النقاط اللي ممكن الايقاع بتاع الحقيبه ذاته هو سير من اسراره يعني الايقاع اللي حصل هو معظم اغنيات راقصه واغنيات خفيفه يعني ما في تطويل ده سبب ممكن؟ والله جايز هي اسباب كثيره يعني جايز كثير يعني هي مهضومه من اي انسان اي انسان ممكن يسمعها ويستوعبها ويفهمها بعدين كالناس يعني شعراء الحقيبه بالذات يعني فيهم بتلقى انه فيهم النفس الصوفي وطبعا معروف انه هوا السودان كله الهوا الصوفي ده متجسد فيه عنده تاثير يعني خالص هاي فاحنا شعب اصلا بطبيعتنا يعني
عندي العاطفه بتاعتي اكيد بتسمع حقيقه بتعامل مع الحاجات كده بسنسيتيف العاطفه الحقيقه بتسمع لها كثير خالص من الفنانين بتحب منهم فنان حقيقه والله بسمع كثير انا ما قاعد محدد نعم لكن في مرات في الواحد زي لاعبين الكوره يعني يقول اللاعب ده كويس لكن عندي لاعب مفضل منو من فنان الحقيقه بتحس انه انت قريب مني انا استمتع جدا لاولاد شنبات ليه اولاد شنبات استمتع خالص لاولاد شنبات يعني طبيعي انهم ناس غنائين جد يعني غنائين جد كلنا بنستمع لهم ونستمتع بهم وحتغني لنا شنو انا حغني الفطن الوسيم هي كلمات محمد بشير عتيق والحان محمود فلاح بيغنيها غنوها كثير من الفنانين كثير من الفنانين بغنوها كمال ترباس نعم الفطن الوسيم عرج يا نسيم بلغ لاشتياقي حبي واعتناقي الفطن الوسيم عرج يا نسيم بلغ لاشتياقي حبي واعتلاقي روح يا نسيم واستقبل الهلال في غرف ظلال من طرف دلال بين ذوي وآل بحكم الروية من قامة الروية تأمل شوية وقول له التحية لو سألوك علي كل من مقلى أصل شكايته إلا وفي الحب ليس إلا مهما طال فراقي أو عزت تلاقي أنا على عهدي باقي فطن الوسيم عرج يا نسيم بلغ الاشتياقي حبي واعتلاقي أنا عاشق مثالي في حب ومشاعر لا يوجد مثالي للهوى امتثالي للهوى للهوى امتثالي روحي كريم خصالة في نبل العواطف امتازت الصالة أشتاق للمحاسن وتهيب وصالة انفكت لحظة ومن شدة نصالة أصبحت الملامح مني وديع مسامح حبي جميل حبي جميل وجامح ريدي جميل حبي جميل وجامح
أبعد عني طاغي في أداب راغي يا أحباب شاقي الفطين الوسيم عرج يا نسيم بلغوا لاشتياقي حبي واعتلاقي. عملت لك كده أغنية الحقيبة، عملت لك إفريش زي ما بقوله، حركتك زي ما حركتني أنا كتير. الحقيبة عندها دور كبير جدا في الغنى السوداني. أنا عايز أسألك، يعني أنت الآن بديت خطواتك عشان ما تمشي لقدام، بتفتكر شنو الآن اللي هيساعدك؟ أنت الآن بتعمل في شنو عشان تصل للمرحلة اللي أنت عايزها؟ والله أنا بعتبر إنه فنان لا تطلق كلمة فنان إلا قبول الناس لك من خلال أعمارك الخاصة. نعم. فأنا أستحي حاليا في مجموعة من الملحنين ومن الشعراء، أستاذنا مهدي محمد سعيد والأستاذ عاصم حمزة، الأستاذ مهدي محمد سعيد والأستاذ عاصم حمزة عندي معهم تعامل في بعض النصوص إن شاء الله حطرة نور غريبا. وأنا سعيد جدا إنه الواحد أقل لا يضع بصمته يعني في الفن السوداني بشكل موجود كده بشكل جيد وهو مقبول من الناس. طيب في كثيرين طبعا بيتكلموا عن إنه يعني دراسة الموسيقى والصوت بيساعد، عندك فكرة إنك تدرس؟ أنا درست كورسات. كورسات يعني ما دراسة من خلال المعهد. وطبعاً هي بالتأكيد إنه طبعاً أنت لازم أنت يعني ما ممكن تكون أنت دكتور ولا تفهم في الطب شيء. نعم. لازم تقرأ طب. أي. فلازم إنه الواحد يكون يقدر يقدم. نعم. يعني على أساس إنه يقدر يقدم يقوم يشغل نفسه بالدراسة. دراسة الصوت، دراسة الموسيقى عامة، إضافة حقيقية تكون لشغل فنان. العود ده أنت ما تعلمته في البيت عادي، ما بديت أي خطوات إنه يعني يكون شيء مغنن، يعني يكون يعني الصوت دراسة، العزف دراسة، ما بديت في إنك تدرس آلة العود؟ العود بشكل متخصص؟ بشكل متخصص. والله عندي فكرة هي لكن ساعي في تنفيذ في الفترة القادمة إن شاء الله. هي طبعا آلة العود طبعا للأسف الشديد إنه ما متوفر عند كل الشباب. ليه لصعوبتها مثلا يعني ولا؟ أنا مش من صعوبتها، أنا بعتبر إنه عدم اهتمام يعني بس ما أكثر ولا أقل، لأنه خشت آلات يعني غنت من كثير من الآلات. فيها كم آلة؟ آلة الأورج. لكن ده ما بينفي إنه آلة العود هي بتضيف لك يعني أنت بتكون قاعد مثلا حابب تتمرن بتجي تتمرن بعود يعني تتمرن صوت. نعم. بتضيف لك اصلا هي اضافه لك. ليك يعني ما في كلام. طيب آلة الأورج اللي تكلمت عنها بتفتكر انها هي خصمت من الناس كثير او ما بتدي البعد الحقيقي للفنان؟ والله هي آلة زي كل الآلات. يبقى على حسب العازف او الفنان او اختيار الفنان الشكل بتاع الآلة. انا بعتبر انه يعني هي المساله مساله تعامل العازف ذاته مع الآلة. يعني تلقى انه في عازف دريات بتتفاوت يعني ما بين عازف لعازف، فهي آلة يعني ما عندها ذنب فيه. في كثيرين بيفتكروا انه لا، في ناس كثيرين جدا بيفتكروا انها مرات ما بتصل الامكانيات الحقيقيه للفنان. يعني انت الان بتعزف شغال بالعود بيختلف لما يكون معك الان اورج؟ هي طبعا اكيد بيكون في اختلاف. نعم. هي اكيد بيكون في اختلاف لانه لو طبعا آلة هادئة او آلة نامة تحتاج شكل معين من الاداء. كذلك الأورج يعني آلة فورت قوية تحتاج لشكل معين من الأداء. لكن زي ما قلت لك إن هي آلة ما عندها أي ذنب في إنه تخصم أو تضيف. هي بترجع للعازف. يعني أنا الأورج باعتباره جروب في آلة. كاسترا في آلة يعني زول غنى بأورج ممكن يشتغل بالكاسترا. في كثيرين زي الجو اللي نحن فيه الآن. في كثيرين بيفتكروا إن الجو عنده تأثير. يعني أنا يعني يمكن في بعض اللغات في بعض الفنانين بيقول لي لما نشعر إنه الأوركسترا في الخلف ما زي لما يكون معانا واحد بيعزف، يعني هو قد يكون شيء شخصي. هو اي انا قلت لك زي ما بعزي انه المساله عازف. نعم. يعني ربما يكون العازف متمكن ما يحوجك لانك انت ما تحسسك بفرق بينك وما بين الاوركسترا كامله. اي وفي عازف احتمال يحسسك، لكن طبعا اصلا هي
بشكل عام انه الجروب او الاوركسترا انت بتغني بها دائما؟ بشتغل بالاوركسترا بتغني بها ما بتحس انه في فرق؟ هو الفرق بيحسوا الناس ما بيحسوا انت كفنان ما بتجوع. هو طبعا اصلا بيكون موجود فرق زي ما قلت لك انه اي اله عندها شكل بتاع اداء معين تتطلب بتاع شكل بتاع اداء يختلف من الثانيه مختلف اي ف الاوركسترا طبعا اصلا مجموعه بتاعت احاسيس بتاعت عازفين وده عازف احساس واحد ما في فرق يعني هاي ده احساس واحد طبعا اكيد الاوركسترا احنا كمستمعين كمعادله ها نحن بس كمستمعين بنقوم من مرات بنشوف احد افضل كده ومرات افضل لا هو طبعا الاراوي تختلف من شخص لشخص يعني شخص لثاني نحن يعني صراحه سعداء كنا بك كثير ودنيا رمضان ونشاطك انت في رمضان قلت انت بتقعد تراجع الحاجات ونحن اللي طلعناك في رمضان ونقول لك كل سنه انت طيب وشكرا لك كثير ضياء ياسر وانتم طيبين ورمضان كريم ثاني قصوم تفطر على خير و بحيي كل التيم العامل وكل التيم العامل بقناة الشروق وكل المشاهدين واللون تاني رمضان كريم وصور تفطر على خير ونتلاقى تاني إن شاء الله بإذن الله شكرا لك ضياء سر وكل سنة أنت طيب وإنت طيب إن شاء الله مشاهدي الأعزاء كنا معكم من خلال حلقة هذا المساء من الوتر الخامس وحتى نلتقي في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج لكم أرق وأحلى تحية.